في كتير طرق وصل الحياة كانوا فيها ناس وطرق تبان مفروشة ورد وتنتهي بألم وضيق، لكن الطريق للفرحة وطريق الخلاص عند المسيح. أصل المسيح هو الحياة، هو الطريق. لم أجد وسط الظروف الملاذ الذي يأتيني الإجابة وقت العناء، لجأت لمن لا يسمعون لا يشعرون لا يدركون لا يفهمون، واعتقدت أن لديهم الرجاء فحولتني نداءاتي من أيادي لأيادي، حولتني نداءاتي من أيادي لأيادي، وحدني شموس الجفا إلى أن وجدت الدليل وعرفت أين السبيل، ووجهتني عناية القدير وأرشدتني زراعه الرفيع، الحل هو تليفون السماء. بسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد أمين. أحبائي مشاهدي قناة الطريق في كل أنحاء العالم، برحب بكم في برنامجكم تليفون السماء. وحلقة النهاردة بعنوان دعوة للنجاح. الله بيقدم لكل الفاشلين ولكل الناس اللي تعثروا في النجاح دعوة لكي ننجح. وعايزين نعرف معنى النجاح وبعض المفاهيم الخاطئة عن النجاح، وثم نتكلم عن ايه اللي بيخلينا فاشلين ومقدرش نوصل للهدف وهو النجاح، او المعطلات واحنا ماشيين في سكة النجاح، في حاجات بتعطلنا عن ان احنا نتقدم للنجاح. واخر حاجة، كيف اكون ناجحا؟ ازاي انا كشخص عندي امال وتطلعات ان انا عايز اكون ناجح؟ الرب هيدينا رشدة النجاح. الى كل شخص مش قادر يوصل لطريق النجاح، الرب اللالادي عايزنا كلنا ان نكون ناجحين. والآية اللي الرب وضعها على قلبي ما قاله الرسول يوحنا الرسول في رسالته الثالثة إلى غايوس، بيقول كده: الشيخ اللي هو يوحنا إلى غايوس الحبيب الذي أحبه بالحق، بيقول له إيه؟ أيها الحبيب في كل شيء، أيها الحبيب في كل شيء، أروم أن تكون ناجحاً وصحيحا كما أن نفسك ناجحة. بيقول له أنا نفسي أو أريد أو أتمنى أنك تكون ناجح وناجح في كل شيء زي ما نفسك ناجحة، زي ما أنت في يوم من الأيام كنت بعيد كل البعد عن الرب يسوع، ولكن لما تقابلت مع الرب يسوع وصرت خليقة جديدة في المسيح يسوع فربحت نفسك. فأنا كمان عايزك تكون ناجح
مش في حياتك الروحية فقط، لكن أريد أن تكون ناجحا في كل شيء، أروم أن تكون ناجحا في كل شيء. قبل ما نبتدي الموضوع ونتكلم في كل النقاط اللي الرب وضعها على قلبي، خلونا نسكن قلوبنا ونطلب أن الرب يدينا فعلا كلام يبقى جاي من عنده. أنا دايما أحب أستودع نفسي بين يدي الرب وأتلقى الكلام اللي الرب يدهوني علشان يكون كلام ممسوح ومؤثر بالروح القدس. ياريت حبايبي اللي بيشاهدونا الآن في كل أنحاء العالم، خلونا نتحد مع بعض، صلوا لي ونرفع الكلمة اللي الرب عايز يكلمنا بيها ونقول له تكلم يا رب لأن عبدك سامع. يا رب بكل هيبة، بكل وقار، بكل خشوع، بكل احترام بنيجي نمثل قدامك يا رب، بنتضع أمامك يا رب لأننا طالبين وجهك. نحن نريد أن نراك في هذه الليلة، نريد أن نسمع صوتك يا رب، نريد في هذه الليلة أن تخفي المتكلم تماما يا رب، اخفيني تماما واظهر بمجدك وجلالك. أعطي لعبدك كلام عند افتتاح الفم، إني أعترف يا رب قدامك بعجزي، بعدم أمانتي، بل بعدم استحقاقي، لكني أتكل عليك. ومكتوب يا سيدنا الرب المتوكلون عليك مثل جبل صهيون الذي لا يتزعزع. يا رب أنا أذكر كل أخواتي اللي بيشاهدونا الليلاتي، يا رب ادينا كلام، ادينا رسالة، شجع قلوبنا، أذكر الضعفاء، أذكر المرضى، أذكر المحتاجين، كلنا يا رب في مسيس الحاجة إلى شخصك. تعال بحضور واضح وملموس، تعال وكلمنا، تعال وزرنا زيارة خاصة فيها نراك فتفرح نفوسنا جدا، فيتم فينا القول وفرح التلاميذ إذ رأوا الرب. هذا أصلي في اسم الرب يسوع المسيح، ولي كل الكرامة ولي كل الحمد، آمين. شوف أحبائي، الرب النهاردة بيخاطب كل واحد كان بيسعى للنجاح، كان بيتمنى في يوم من الأيام أنه يصل إلى نقطة النجاح، لكن وهو ماشي في السكة تعثر في الطريق، وابتدى المشوار يبدو أمامه أنه بعيد المنال، مش قادر يوصل إلى قمة النجاح. ياريت جناب المخرج يوضح لنا في حاجة، يعني صورة معبرة عن واحد كان ماشي وهو زي ما انتم شايفين ابتدى المشوار وابتدى خطوة في خطوة، لكن في تاني خطوة قعد استريح، مش قادر يوصل لقمة النجاح. لكن الرب عايز يقول لنا قوم، ما تفضلش في الحتة اللي انت يعني قعدت فيها، لا قوم، قوم وكمل المشوار، كمل رحلة النجاح. او زي ما احنا شايفين في الصورة التالتة او في الخطوة التالتة ابتدى ينطلق ووصل الى القمة. ده اللي الرب عايزه مننا، لما نبقى وصلنا او ابتدينا المشوار نكمل المسيرة. في تيموثاوس الثانية الإصحاح الأول وآية 7 بتقول لأن الله لم يعطنا روح الفشل. الله ما ادناش روح الفشل عشان نكون فاشلين، لكن أعطانا روح القوة والمحبة والنصح، دعوة للنجاح. النجاح أحبائي كلمة حلوة ولذيذة، وكل واحد مننا بيحب ان هو يكون ناجح. انا افتكر في كل مراحل حياتي اشكر ربنا عمري ما رصبت في اي مرة من مرات التعليم، في اي مرحلة من مراحل التعليم، وقد ايه يمكن انا كبير في السن. كان زمان في حاجة اسمها نمر التلامذة. يعني ايه نمر التلامذة؟ يعني واحد بيطبعوا على ما اتذكر ارقام الناجحين في جريدة اسمها المسا، وفي الفجر قوي نسمع راجل يقول لك نمر التلامذة نمر التلامذة،
ونجري على طول علشان نشتري الجريدة علشان نشوف ونتحقق من ان الرقم بتاعنا احنا ناجحين ولا ساقطين. وقد ايه الواحد اول ما يفتح ويتابع الارقام وبعدين يتحقق ان الرقم بتاعه ناجح، ياه فرحة، بيبقى الانسان فرحان لانه حقق ما يتمناه وهو النجاح. فالنجاح احبائي كلمة حلوة ولذيذة بيحبها الجميع، فمن منا لا يريد أن يكون ناجحا؟ الكل يسعى للنجاح. التلميذ عايز ينجح، الأستاذ المعلم في مدرسته عايز كمان هو يكون ناجح ومعلم فاضل، الصانع التاجر عايز يكون ناجح في تجارته. فالكل يسعى بكل طاقته بكل قوته أن يجتهد لكي يكون ناجحا في كل مناحي الحياة، ناجح في دراسته، ناجح في العمل، ناجح في بيته، ناجح في كنيسته. وأنا عايز أركز على النجاح في البيت، الأسرة. أكم من أسر أحبائي فاشلة، وأكم من زيجات فاشلة، وأكم من أسر محطمة لأن البدايات كانت خاطئة. فبسرعة بسرعة الأسرة مش بتقدر تكمل. أنا بصلي من كل قلبي وبضع كل هذه الأسر اللي ربما ابتدت غلط وما قدرتش تكمل، وقد إيه أحبائي بتألم وقلبي بيعتصر ألم من أجل نسب الطلاق اللي انتشرت في بلادنا المصرية العزيزة، نسبة عالية جدا. لأي مشكلة طارئة نتطلق ننفصل. ما كانش الكلام ده زمان، كانت البيوت مبنية على ان احنا نكمل مسيرة الحياة ونصل للهدف، ننجح في عشرتنا في علاقتنا مع بعض. لكن للأسف الشديد لأي غضب من الزوج أو الزوجة بيحصل فشل. الله أحبائي لم يعطينا روح الفشل. أنا بصلي وبدعو كل الأسر اللي سمعاني، يا أحبائي نحن في زمن صعب جدا، الأسرة المسيحية في انهيار، الأسرة المسيحية في انفصال، الزوج عن الزوجة والأولاد عن الوالدين، لأن البدايات كانت بداية خاطئة. دعوة لكل الأسر ولكل الأبناء لكي نخطو الخطوة زي ما ابتدى. شفنا، يا ريت جناب المخرج يحط لنا الصورة تاني. الصورة دي معبرة جدا، لأن احنا بنيجي في فترة وبنقعد وبنستكن وبنستريح. قوم لا تشمتي بي يا عدوتي، ان سقطت اعمل ايه؟ اقوم واكمل المشوار، اقوم واصل للهدف اللي انا عايزه. انت اتخاصمت مع مراتك، لا تستمر في هذا الخصام، اقعدوا مع بعض تناقشوا مع بعض في كل محبة. ايه اللي مزعلك يا حبيبتي؟ قول لها هذا الكلام، وانت قولي له ايه اللي مزعلك مني يا حبيبي، لغة الحب، وتناقشوا بمحبة وابتدوا كملوا المشوار. لا نفشل. الله لم يعطينا روح الفشل بل روح القوة. كونوا أقوياء أشداء، لا تستسلموا للضعف والخمول والمحبة، روح المحبة، لقد ضاعت المحبة في الطريق. الله في هذه الليلة يكلمنا أن نحب بعضنا البعض من قلب طاهر وبشدة. حب مراتك، حب زوجك، تذكري الأيام الجميلة اللي كنتوا بتقعدوها مع بعض، لا تضعوا غمامة على أعينكم أو عصابة
أو كراهية، لكن حبوا بعضكم بعض. اوصلوا للهدف، استمروا في مسيرة الحياة، خلوا عينيكم على الرب. نحن لا نفشل، نحن نستمر في مسيرة الحياة. أيها الزوج، كن أمين مع زوجتك، حبها، كن لطيف معاها. أيتها الزوجة، احترمي زوجك، أطعيه، أطعيه طاعة كاملة بحب خالص. لا نعطي لإبليس مكانا فتفشل الزيجة وتفشل الأسرة والجدار الاحترام يتحطم. دعونا يا أحبائي ننتبه، دعونا لا نستمر في هذا المخطط الشيطاني. إبليس بيعمل بكل طاقاته في هذه الأيام لكي يهد الكيان المسيحي والأسرة المسيحية. لا نجهل أفكار إبليس، إنها يقظة، نستيقظ ونقوم من هذا الكسل والتراخي وعدم المحبة وعدم الاحترام، لأن إبليس يريد أننا لا ننجح في حياتنا. دعونا نكمل المسيرة. النجاح أحبائي ده مظهر من مظاهر البركة الإلهية. الله عايز يباركنا، فبيباركنا بإيه؟ بالنجاح، ينجح طريقنا. أنا أتذكر كانت دايما ماما تدعي لي الدعوة دي وأنا خارج، تقول لي ربنا ينجح طريقك. يا سلام، بتبقى خارجة كده دعوة من القلب. وأرجو أن كل واحد يقول لمراته ربنا ينجحك، وانت قولي لزوجك ربنا ينجح طريقك، وخلي الكلمة الحلوة تخرج من أفواهنا لأولادنا. احنا مرات بنعصر أبناءنا، أبناءنا بيفشلوا بسبب كلامنا الجارح، نقول له كده أنت مش نافع. لا يا حبيبي، ده هو نافع وهيبقى كويس خالص وهيبقى ناجح، بس ما تفشلوش بالكلمات اللي هي بتقوده إلى الفشل. قل له يا ابني أنت حلو، افرض جاب درجات وحشة، صدقوني كل العلماء وكل المفكرين وكل اللي حصلوا على جوائز نوبل كانوا بسطاء جدا، لم يكونوا متفوقين في دراساتهم، لكنهم نجحوا نجاحا باهرا بسبب كلمة مشجعة، كلمة رفعتهم، كلمة سندتهم. يقال عن جورج واشنطن الرئيس الأول لأمريكا إنه كان فاشل ولم يكن يتطلع في يوم من الأيام أن يكون رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، وقرر أن يرحل ولم اعزاله ومشي وهيسيب الدنيا، لكن سمع كلمات مشجعة من أمه، كلمات دوبت قلبه، فرجع عن الفكر اللي هو كان بيفكر فيه وعاد واستمر في نجاحاته المستمرة إلى أن وصل الرئيس الأول للولايات المتحدة الأمريكية جورج واشنطن، والعاصمة سميت باسمه واشنطن. من منا لا يعرف واشنطن؟ صار اسمه لامعا ناجحا بسبب كلمة مشجعة. يا ليتنا يا أحبائي أن نتعلم اللغة، ملافظ الكلام. احنا عندنا في مصر يقول لك لفظ الكلام سعد، يعني الكلمة لها تأثير ووقع جيد، بتسعد الشخص لما بيسمعها، لكن لما بتقول له كلمة بتجرحه بتكسر من نفسه جدا.
بيبقى إنسان مكسور وتعبان ومتألم. لكن دعونا أحبائي ألا نستخدم لغة الفشل، لأن الله لم يعطنا روح الفشل بل روح القوة والمحبة والنصح. لنتعلم الكلام، ملافظ الكلام. لو ابنك جالك بمشكلة بتتعامل معاه ازاي؟ لو قال لك مثلا يعني انا يعني في بنت نفسي كده اتقدم لها وانا حبتها، انا اسمع من اسر حبك برص، ياه ليه ما يحبش؟ ليه ما يحاولش يرتبط بالإنسانة اللي هي بتحبه فعلا وهو بيحبها؟ أحبائي دعونا نتعلم كيف نتحدث مع أولادنا. اتكلم معاه، أيوة حبيبي، وبعدين وبعدين اسأله كده يعني بتحبها ازاي وانتوا عايزين ايه بالظبط وايه هدفكم وايه الخطوة التالية. خد وادي في حوار رائع مع ابنك او مع بنتك. يعني افرض بنتك قالت لك نفس الكلام، لا تعنفيها، لا توبخيها، بل كلميها بكلمات الام العاقلة او الاب الحكيم. شوفوا احبائي في سفر الجامعة اصحاح 10 وآية 10 بتقول كده: أما الحكمة فنافعة للإنجاح. يا سلام، يا ريت كل واحد مننا يحفظ الآية دي. أما الحكمة دي في سفر الجامعة آية 10 اصحاح 10 وآية 10، سهلة قوي، 10 10. أما الحكمة فنافعة للإنجاح. لما أتعلم الحكمة، لما منا لفظ الكلام يتقال بالحكمة، وأتعامل مع الزوجة بالحكمة ومع أولادي بالحكمة، كل شيء يبقى كويس، كل شيء يبقى كويس. صلي هذه الصلاة، مكتوب كده: من تعوزه حكمة فليطلب من فوق، من عند أبي الأنوار الذي يعطي الجميع بسخاء ولا يعير. قول له يا رب اديني حكمة في الكلام، في التصرف، في علاقتي مع زوجتي، في علاقتي مع أولادي، لكي أكون ناجحا. النجاح يتطلب الحكمة، النجاح يتطلب السلوك الجيد، النجاح يتطلب إن أنا علاقتي بزوجتي وأولادي تكون علاقة جيدة، علاقة جيدة. كمان مهم جدا علشان أكون ناجح وأكون شخص يشار إلي بالبنان، أرجوكوا تقروا معايا ما جاء في مزمور الأول. المزمور الأول ممكن كلنا نكون حافظينه وعارفينه. يقول كده، بيقول كده في المزمور الأول: طوبى للرجل الذي لم يسلك في مشورة الأشرار. الإنسان اللي بيحب ربنا ما بيمشيش مع الأشرار ولا مع الخطاة، وفي طريق الخطاة لم يقف. وإيه كمان؟ وفي مجلس المستهزئين لم يجلس. مش بيحب يقعد مع الناس اللي بيهزروا وبينكتوا نكت شريرة وجلسات شريرة. واحنا عارفين إن المعاشرات الردية تفسد الأخلاق الجيدة، تفسد الأخلاق الجيدة. أنا بصلي من كل قلبي إن إحنا نحفظ كلام ربنا. هنطلع فاصل ثم نواصل دعوة للنجاح. إبليس عايزك كده، إحنا نفسنا نقولك لا تقل إني ولد، اذهب بقوتك هذه، اتشجع برب، رب شايف كل شيء بس في إناء مقدس. عشان كده بلاش تفشل، لأن الله لم يعطينا روح الفشل بل روح القوة والمحبة والنصح.
يلا مع بعض. عمري ما هفشل طول ما النعمة ساكن فيها الدم يسوع. عمري ما هفشل طول ما ايديك انا ماسك فيها باسم يسوع. عمري ما هفشل طول ما النعمة ساكن فيها الدم يسوع. عمري ما هفشل طول ما ايديك انا ماسك فيها باسم. ازاي افشل وانت اله النور روحك ساكن فيا وسط ظروفي الصعبه وخوفي الاقى سلامك قايم فيا. ازاي افشل وانت اله النور روحك ساكن فيا وسط ظروفي الصعبه وخوفي الاقى سلامك قايم فيا. عمري ما افشل كل ما النعمه انا ساكن فيها الدم يسوع. عمري ما هفشل كل ما ايديك انا ماسك بيها باسم يسوع. عمري ما هفشل كل ما النعمة انا ساكن فيها بدم يسوع. عمري ما هفشل كل ما ايديك انا ماسك بيها باسم. وانت وعودك ازاي افشل وانت وعودك ان سقطت الى شمالا وان جلست في ظلماتي عدواتي الى شمالا. ازاي افشل وانت وعودك ان سقطني الى شمالا وان جلست في ظلماتي عدواتي الى شمالا. عمري ما افشل كل ما النعمة انا ساكن فيها بدم يسوع. عمري ما افشل كل ما ايديك انا ماسك فيها باسم يسوع. عمري ما افشل كل ما النعمة انا ساكن فيها بدم يسوع. كمان ما وان سقطت وانت وعودك ازاي افشل وانت وعودك ان سقطت لا شمالا وان جلست في ظلماتي عدواتي لا شمالا. ازاي افشل وانت وعودك ان سقطت لا شمالا وان جلست في ظلماتي عدواتي لا شمالا. عمري ما افشل كل ما النعمة انا ساكن وانت مليكي. ازاي افشل وانت مليكي حارستي وعينك عليا لحظة بلحظة كل طريقي كاشف فيه وحاسس بيا. ازاي افشل وانت مليكي حارستي وعينك عليا لحظة بلحظة كل طريقي كاشف فيه وحاسس بيا. عمري ما افشل كل ما النعمة انا ساكن فيها الدم يسوع. عمري ما افشل كل ما ايديك انا ماسك فيها باسم يسوع. عمري ما افشل كل ما النعمة انا ساكن فيها الدم يسوع. عمري ما افشل كل ما ايديك انا ماسك فيها. وانت وعدني ازاي افشل وانت وعدني خير ورحمه يتبعاني كل ماضي انت معطبني لم تتركني ولم تنساني. ازاي افشل وانت وعدني خير ورحمه يتبعاني كل ماضي انت ارفع ايدك معايا قول الكلام ده كمان مره. الكلام ده ليه كمان مره. ازاي افشل وانت وعدني خير ورحمه يتبعاني كل ماضي انت معطبني لم تتركني ولم تنساني. عمري ما افشل كل ما النعمه انا ساكن فيها بدم يسوع. عمري ما افشل كل ما ايديك انا ماسك فيها باسم يسوع. عمري ما افشل كل ما النعمه انا ساكن فيها بدم يسوع. هللويا مبارك اسم الرب. احبائي مشاهدي قناه الطريق في كل انحاء العالم برحب بكم مره ثانيه في برنامجكم تليفون السماء وحلقه اليوم دعوه للنجاح. الله يريدنا جميعا ان نكون ناجحين.
وخلي لسان كل واحد مننا عمري ما هفشل، طول ما اديك ماسكه ايديا، طول ما النعمه ساكنه فيا انا لن افشل. ابليس عايزك تفشل في زوجتك، في علاقتك، في محبتك مع مراتك، في علاقتك مع زوجك، لكن باسم الرب يسوع عمري ما هفشل. قول كده، قول لابليس عمري ما هفشل. لا، قول كده، ابليس تحت الاقدام، واله السلام يسحق الشيطان سريعا تحت ارجلكم. اطرد عدو الخير من البيت، قل له لن انهزم مره تانيه. البيت ملك للرب يسوع، لن نفشل، لن نصل الى مرحله الطلاق، لن نصل الى مرحله الفشل، عمري ما هفشل. اريد النجاح لبيتي، لزوجتي، لاولادي، لاسرتي، لكنيستي، لوطني، اريد النجاح. خلي شعارك النجاح، ارفع العلم النجاح، لا تستسلم لليأس، لا تستسلم لعدو الخير. قول كده، الذي يقودني في موكب النصرة، موكب الغالبين، موكب الناجحين، موكب الذين عينيهم دائما على الرب، عمري ما هفشل. خلي لسان حالك. الترنيمة دي ترنيمة رائعة، ترنيمة مشجعة. يا ريت لسان حالك وحالك عمري ما هفشل. زي ما قلت لكم احبائي قبل ما نطلع الفاصل، انه مزمور واحد بيتكلم عن بعض الحاجات اللي بتقودني للنجاح، لك ولك. فبيقول طوبى للرجل الذي لم يسلك في مشورة الاشرار، وبعدين وفي طريق الخطى لم يقف، وفي مجلس المستهزئين لم يجلس. طيب، لكن في ناموس الرب مسرته. كلمة ربنا بالنسبة له بتسره جدا، بتفرحه جدا. وجد كلامك حلو فأكلته. في ناموس الرب مسرتي، وفي ناموسه يعني في وصاياه يعمل ايه؟ يلهج نهارا وليلا، يلهج نهارا. في الليل امسك كلمة ربنا اقراها، الهج فيها ليل ونهار. فيقول كده، فيكون كشجرة مغروسة عند مجاري المياه التي تعطي ثمرها في اوانه، اسمع، ورقها لا يذبل، وكل ما يصنعه ينجح. ده سر النجاح، انك تكون قريب من الكلمة، انك تمتلئ من الروح القدس. يكون كشجرة مغروسة عند مجاري المياه، والمياه دائما تشير إلى الروح القدس. قل له ملء روحك الشياق يا رب، املأني وفيد فيا بالروح القدس المبارك. لا تكون هزيمة في حياتي، بل دائما في نجاح مستمر، وكل ما يصنعه إيه؟ ينجح. ينجح، تكون ناجح. النجاح حلو يا أحبائي. البيت الناجح بيت سعيد، بيت كله فرح، كله سلام. يدخل الزوج يلاقي الزوجة مبتسمة فرحانة، مش يلاقيها كده كشرية ومنكدة عليه عشته والبيت كده خصام. لا يا أحبائي، وكل ما يصنعه ينجح. أنا بصلي من كل قلبي، من كل قلبي، إن احنا نعود لمحبتنا الأولى. يمكن زوجتك ما سمعتش كلمة بحبك من شهور، يمكن من سنين، نفسها تسمع الكلمة دي. ليه مش عارف تعبر عن مشاعرك وتقول لها أنا بحبك؟ أنا أسمع من سيدات بيتصلوا بيا بيقولوا هذا الكلام، مش بيقولها خالص، لا كلام ولا فعل. كذلك الزوج والزوجة، خلونا نتبادل مشاعر الحب لكي تنجح الأسرة المسيحية، ولكي نصل بولادنا لقمة النجاح. الزوج والزوجة الاتنين يحبوا بعض، ولما الأبناء يشوفوا الأب والأم بيحبوا بعض
بالتأكيد بالتأكيد الأولاد هيطلعوا زي والديهم يحبوا بعضهم بعض. عايز أكلمكم أحبائي عن بعض الحاجات المغلوطة عن مفهوم النجاح. ناس كتيرة فاكرة النجاح علشان أنا أكون ناجح يبقى عندي أشتغل كتير 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 قوي قوي ويبقى عندي أموال أموال كتيرة قوي قوي وأشيلها في البنوك. ده النجاح، أنا ناجح، ودليل نجاحي إن أنا عندي أموال طائلة. واحد تاني يقول لك مش أنا عندي أموال وبس، لا، ده أنا لازم يبقى عندي أحدث موديل من العربيات. مش بيكتفي بعربية مستعملة مع أنها شغالة كويسة، لا 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 لا، أنا علشان أبين للناس نجاحي وإن أنا راجل ذو همة وراجل يعني بشتغل بكل قوتي وناجح، أجيب أحدث موديل. وبعدين يبقى عندي بيت كبير، ومش بيته بس، قصر. أنا عايز أملك قصر، عندي أموال وعندي عربية حديثة وعندي قصر وخدم وحشم. بعدين عايز أتجوز، عايز أشوف عروسة جميلة أجمل الجميلات. وبعدين عايز يكون عندي أولاد وبنات. وبعدين عايز يكون عندي أحفاد. وبعدين السؤال بقى، هل هذا هو النجاح الحقيقي؟ هل أنت وصلت إلى الهدف اللي أنت بترجوه؟ بقى عندك عربيات، بقى عندك أموال بكثرة في البنوك، بقى عندك زوجة جميلة، ها؟ وفجأة وأولاد وأحفاد والدنيا تبدو جميلة، لكن في حقيقة الأمر صدقوني دخلت بيوت فيها كل هذه المواصفات، قصر جميل، أحدث الموديلات، زوجة جميلة، أبناء كتار، بنين وبنات وأحفاد، لكن في بيوت طبعا بنفس الجمال ده، لكن بيوت مؤمنين. أنا مش ضد المال، ولا ضد اللي يكون معاك عربية، ولا ضد يكون معاك زوجة جميلة، دي كلها بركات كثيرة ونعم وعطايا من ربنا. لكن أهم من كل ده، لأن في بيوت فيها كل ده لكن يخلو منها المسيح. أنا بتكلم على البيوت اللي مفهاش المسيح. وياما بيوت بتبقى بيوت على قد حالها. قال الكتاب كده، لقمة يابسة ومعاها سلام. يا سلام، خير من بيت مليان ذبايح وخدم وحشم و إلى آخره. لكن البيت ده فيه خصام، الزوج يقوم كده مش قادر يقول لمراته صباح الخير، الزوجة مش بتقول له صباح الخير وعايشين في قصر، الولاد نفس الحكاية. لكن البيت اللي فيه يسوع ده البيت النموذجي، زي ما قال كده يسوع قديما هذا القول. يا ريتنا، أكيد كلنا عارفين أنا هقول إيه الآية اللي دايما إحنا بنرددها، لكن يا ريت نعيشها. قال عبد الرب يسوع كده، أما أنا وبيتي، أنا وبيتي، مراتي، ولادي، أما أنا وبيتي فلنعبد الرب. البيت اللي أنا فيه، القصر اللي أنا فيه، السكن اللي أنا فيه، ده للرب. إحنا كلنا بنعبد الرب، سر حياتنا هو يسوع، بنرنمها بصوت مسموع. إحنا فرحانين وناجحين مش فاشلين، لأن يسوع في بيتنا، في بيتنا. فالنجاح الحقيقي وجود يسوع في البيت، وجود يسوع في البيت. كلنا عارفين يوسف. يوسف في مراحل حياته مر بظروف قاسية جداً. أنا مش هطول عليكم في القصة، عارفين إخواته باعوه وحسدوه، وكانوا بيقولوا لها هو صاحب الأحلام، وكانوا بيستهزأوا بيه ورموه في الجب، و
الناس الإسماعيليين خرجوه من الجب وهناك باعوه في مصر واشتغل عند بيت فوتيفار كخادم وكعبد. وعارفين ان مرات فوتيفار عملت حكاية علشان توقعه في الخطية، وكانت كل يوم كل يوم تحاول تجره الى ان يفعل الشر معها، لكن كان عنده مخافة ربنا، وده سر النجاح. عايز تكون ناجح يكون عندك مخافة من ناحية ربنا. قال كده، وقف كده ورفع عينه للرب، قال كيف أفعل هذا الشر العظيم وأخطئ إلى الله؟ أنا لا يمكن أعمل الخطية دي، وكانت تلح عليه وأمسكته من ثيابه، ساب لها الثياب وجري ومسكوه وقدموه إلى السجن. دخل السجن، لكن لأن الكتاب سطر هذه الكلمة الرائعة، قال وكان الرب مع يوسف. كان الرب مع يوسف فإيه؟ فكان رجلا ناجحا. سر النجاح إنه الرب معاه. المعية الإلهية لما الرب يكون معانا، أنا أتقدم إلى الأمام، جعلت الرب أمامي في كل حين، إنه عن يميني فلا أتزعزع. أنا كل وجهتي وكل اتكالي على الرب، أنا بستند عليه. يوسف كان كذلك، كان يخاف الله جدا، كان يحب الرب جدا، لذلك الرب رفعه، الرب أكرمه، صار الرجل الثاني في مملكة مصر. ما أروع هذا النجاح يا أحبائي. النجاح مشواره طويل، ممكن نجتاز في ألام كثيرة ومصاعب متعددة، لكنه في النهاية كل هذا يكلل بالنجاح. لكن إبليس أحبائي هو العائق الوحيد اللي دايما يفشلنا ويمنعنا من تحقيق الهدف. هو الذي يضع أمامنا العراقيل والمعطلات والمفشلات ويقول لك الطريق صعب، ولكن الإنسان اللي هدفه النجاح وإن ربنا يكون في حياته زي يوسف، لا يعطي لإبليس مكانا أو حيزا من التفكير، بل دائما يفكر في قوة الله ومعية الله لنا. إن وجود الله في حياتنا أحبائي هو سر النجاح. لا يمكن تنجح بدون الله، ولا يمكن تصل إلى الهدف دون أن يكون الله معك. وكان الرب مع يوسف. حط اسمك، حط اسمك كده، اسمك إيه؟ ميخائيل، اسمك حنة صليب، اسمك مارك. وكان الرب مع مارك، فكان مارك رجلا ناجحا. خلونا نطلع فاصل ثم نواصل. في هذه الحياة كما قال
أحبائي مشاهدي قناة الطريق في كل أنحاء العالم، برحب بكم مرة تانية في برنامجكم تليفون السماء وحلقة الليلة دي دعوة للنجاح. الله يريدنا أن نكون ناجحين. نكمل مع بعض حديثنا عن النجاح. الله لم يعطينا روح الفشل، وزي ما سمعنا الترنيمة دي إن إله السلام يعطينا النجاح. الله هو الذي يهبنا النجاح. تشجع بالرب، قل له نقوم ونبني. كل ما تهدم في حياتك وأصبح شيء مكسور، رمم رمم، حاول ترمم اللي انكسر، حاول تبني الجدار، جدار المحبة اللي انهدم. خلونا نعيد البناء من جديد. كانت هناك علاقة انهدمت بينك وبين أحب الناس إليك، خلونا إله السماء يعطينا النجاح. الله أعطانا أن ننجح يا أحبائي، ما أحوجنا أن نكون ناجحين وغير فاشلين. إن الرب به نحيا ونتحرك ونوجد وننجح أيضا. فسر نجاحي هو وجود الرب في حياتي، هو الذي يرسم لي الخطة، هو الذي يوضح لي معالم الطريق وأنا أسير فيه. وقول له كده زي الترنيمة اللي بتقول يسوع سر أمامي فأتبعك، وحيث ما تسير أسير خلفك أو أسير معك. امسك يميني أيها القدير، كن أنت عوني حيث ما أسير، كن أنت عوني حيث ما أسير. قل له مولاي قد سفينتي في بحر ذي الحياة، وازرع في قلبي كل البذور المنتقاة. امسك يميني أيها القدير، كن أنت عوني حيث ما أسير. قدني إلى النجاح، قدني إلى الفلاح، قدني إلى النصرة والغلبة، لأنك أنت سر نجاحي. النفس الناجحة بيقول له أروم أن تكون ناجحا في كل شيء كما أن نفسك ناجحة. النفس الناجحة هي النفس التي آمنت بالمخلص. النفس الناجحة هي التي تعيش في دائرة خطة الله التي رسمها لك. وتأكد يا عزيزي أن نفسك ثمينة وغالية جدا على الرب. وقال الرب يسوع للناس اللي هي عمالة تكوش وتعمل مال وثروة وعربيات وقصور وكل ده، اسمع قول الرب يسوع قال إيه. ماذا يدفع الإنسان؟ خلي بالك، أنا عارفك إنك حافظ الآية، لكن اسمع الآية مرة تانية. ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ وخسر نفسه. آه يا أحبائي، يا مناس بتضيع وبتضيع أنفسها ولا تهتم لحياتها الأبدية. دعونا يا أحبائي أن ننتبه، ماذا ينفع الإنسان؟ المال أو القصور أو الأولاد أو 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 أو، لكن مكتوب ماذا ينتفع الإنسان لو ربح كل العالم وخسر نفسه. نفسك غالية وثمينة، هذه النفس قد دفع فيها ثمنا غاليا. اشتريتم لا بفضة ولا بذهب، لكن بدم كريم كما من حمل بلا عيب، دم المسيح المعروف سابقا قبل تأسيس العالم. لكن ربما واحد يسألني يقول لي ليه بعض الناس بتنجح وبعض الناس بتفشل؟ أقول الإجابة، نمرة واحد، عدم الرغبة الحقيقية في الوصول للهدف. فأنا باجي، يا ريت جناب المخرج يحط الصورة مرة تانية. فأنا باجي في منتصف الطريق وأقعد، يعني ببقى ماشي كده في السكة أهو وراح قاعد. طب يا عم كمل المشوار، ما انت خطيت خطوة وعديت. لا، راح قاعد. فدعوة من الرب لكي نصل للهدف، نقوم ونكمل المشوار.
عايز توصل للهدف يبقى عندك رغبة حقيقية انك تصل للهدف. بعض الناس ليس عندهم الاستعداد والقدرة، ما عندوش الرغبة، هو اكتفى بالحالة اللي فيها، قال كده كويس انا يعني الخطوة التانية وريحت ويعني كويس كده. لا، كمل المسيرة، اخطو الخطوة اللي بعدها واقفز للنجاح، واقفز للنجاح. فالنجاح عزيزي المشاهد ليس طريقا سهلا، ما هوش طريق سهل، لكنه طريق شاق ومكلف ايضا. ربما واحد يسألني في معطلات للنجاح؟ نعم، بالتأكيد هناك بعض المعطلات، أسوق بعضا من هذه المعطلات. الكسل، واحد كسلان متراخي، يعني ده احنا بنبقى مجتهدين في أشغالنا، الواحد لما يجي ميعاده الساعة 7 ممكن يصحى الساعة 5 أو الساعة 4 الفجر، ليه؟ نشط، ما يقدرش يروح شغله وهو يعني متأخر. ففي ناس في وصلها للهدف أو للنجاح عندها كسل وتراخي. كمان بعض المعطلات النجاح الأنانية، شخص أناني بيحب ذاته ويحب الظهور والتعالي. نمرة 3، عنده تذمر، ما عندوش شكر، دايما كده مش عاجبه حاله، ليه الظروف دي؟ ليه الأحوال دي؟ ليه أنا في الوضع اللي أنا فيه ده؟ ليه الدنيا كده مقفلة قدامي؟ ليه أنا مش ناجح كده؟ لا، عنده تذمر، مش بيشكر ربنا. لكن لا تهتموا بشيء، قال كده، لا تهتموا بشيء، بل في كل شيء بالصلاة والدعاء مع الشكر لتعلم طلباتكم لدى الله. عنده خصام وعدم غفران. كمان في كمان نقطة الخامسة، مش بيعرف يستغل الوقت بتاعه بالكفاية. الوقت أحبائي، في مثل مصري يقول كده، الوقت من ذهب، إن لم تدركه ذهب ذهب. فالوقت في غاية الأهمية، مهم جدا إن احنا نغتنم الوقت حتى في حياتنا الروحية. يقول كده، الوقت منذ الآن مقصر، يعني الوقت قصير، يعني الوقت مفيش، إنما نهاية كل شيء قد اقتربت، فاصحوا وتعقلوا للصلوات. مفيش وقت، مفيش وقت، خلونا أن نفتدي الوقت، مفتدين الوقت، لأن الأيام شريرة. بسرعة أجري معاكم لأن الوقت بيداهمنا، إيه هي أسرار النجاح؟ علشان تكون شخص ناجح ومثمر في حياتك، أول حاجة حفظ كلمة الرب، زي ما قرينا مزمور 1، في ناموس الرب يلهج نهارا وليلا. وفي سفر يسوع أيضا الإصحاح الأول وآية 8 يقول كده، بل تلهج فيه، أي في ناموس الرب، نهارا وليلا، لكي تتحفظ للعمل حسب كل ما هو مكتوب فيه، لأنك حينئذ تصلح طريقا طريقك وحينئذ تفلح. كلمة الرب بتديك النجاح والفلاح. ثم نمرة 2، التقوى ومخافة الرب، تبقى إنسان عندك تتقي الرب. التقوى مع القناعة هي تجارة عظيمة، ويبقى عندك مخافة الرب. كمان رقم 3، مبدأ الزرع والحصاد، بيقول كده، لا تضلوا، لا تضلوا، الله لا يشمخ عليه، فإن الذي يزرعه الإنسان يحصد أيضا. دايما أحبائي، الزرع والحصاد، بتزرع خير هتلاقي خير، بتزرع محبة بتحب الناس هتزرع محبة، هتلاقي كل الناس تحبك. بتزرع أي نوع من الزرع، أنا مش عايز أقول أي نوع من الزرع، ده يعني الزرع والحصاد مبدأ الزرع والحصاد معروف. فأنا بصلي إن الرب يدينا نعمة علشان ننتبه لحياتنا، ألا نزرع سوء، ألا نزرع خصام، ألا نزرع بغضة، ألا نزرع عدم محبة، بل نزرع الحب، فنحب بعضنا البعض من قلب طاهر وبشد. الصدق والأمانة،
اللي وصل يوسف لقمة النجاح؟ كان صادقا وأمينا، كان يخاف الرب جدا، كان عنده مخافة وكان عنده أمانة. في بيت فوتيفار لم يفعل شر، وفي السجن أيضا كان أمينا ومخلصا ومحبا جدا للرب. ومكتوب كده في سفر الأمثال 28 آية 20: الرجل الأمين كثير البركات. اسمع تكملت الآية: والمستعجل إلى الغنى لا يبرأ. اللي عايز الغنى يا مش هيقدر يعني الغنى يوصله للهدف بتاعه. نمرة 5: الاستقامة في كافة الميادين. أكون شخص يتقي الله، شخص مستقيم، عندي الطريق بتاعي أسلك بالتدقيق، عندي محبة ربنا، أبقى عندي بحب الرب جدا. في سفر أخبار الأيام الثاني الثاني آية 26 إصحاح 26 آسف وآية 4 و5 يقول كده: وعمل عزية الملك المستقيم في عيني الرب، وفي أيام طلبه الله أنجحه الله. يا سلام، عمل المستقيم في عيني الرب. أحبائي في الختام أقول لكم، إن كنا نريد أن نبتغي النجاح فلنسأل أنفسنا: هل لنا علاقة مخلصة وأمينة مع الله؟ هل نفسك صحيحة؟ هل أنت تعيش للرب؟ هل الرب ملك على حياتك؟ أنا بصلي من كل قلبي أن الرب لا يعطينا روح الفشل، بل روح القوة والمحبة والنصر. في الختام هقول طلبات الصلاة بسرعة كده، مش هياخدوا يمكن دقيقة أو دقيقتين. طلبة من الأخ حسام: عايز لمسة شفاء للركب في اسم يسوع، ولمسة نصرة لجيش سوريا على داعش وسوريا في اسم الرب يسوع، ولمسة قوة وحماية دم يسوع على كل البيوت المفتوحة للصلاة ودرس الكتاب في العالم لمجد اسمه وامتداد ملكوته. الأخت شادية طيف الله بتقول: صلاة لتدخل الرب بكل الظروف الصعبة وشفاء من كل مرض، وصلاة للموافقة على استقالتي المرفوضة سابقا، ولتكن مشيئة الرب، آمين. الأخت سامية عبد الشهيد: صلاة من أجل الرب يقرب الكل إليه ويعرفوه، ولادنا وكل إنسان بعيد عن الله الرب يرد أولاده، آمين. الأخت إنجي فوزي: صلاة من أجل زوجي في مشاكل كثيرة جدا في عمله، ربنا يتمجد مع سعد اللي هو زوجها. الأخت سوزي ويليام بتقول: ربنا يباركهم ويباركك أيضا. الأخت عفاف إسكندر بتطلب صلاة لأجل احتياج خاص: أيها الرب سيدنا، ما أمجد اسمك في كل الأرض، يا رب أنا أحط بين إيديك ابنك حسام وطلبت إنك تلمسه للركب اللي بيشكو منها، أنت الطبيب العظيم، أنت الشافي الذي تستطيع رب بلمسة من يدك يا رب أن تبرئه تماما حتى يستطيع أن يمشي كالأيائل وأن يعظم اسمك وأن ينطلق للأمام وأن يمجدك أيها الرب يسوع. بنتك شاد يا رب حطها بين إيديك، تذكر هذه الظروف التي تعاني منها أمتك يا رب، ولمسة شفاء من كل مرض، شفاء لهذا الجسد بالكامل أيها الرب يسوع. وبصلي من أجل أمر الاستقالة لتكن مشيئتك يا رب، إن كانت يا ربنا يسوع إرادتك أن يقبلوا الاستقالة يا رب بنحط هذا الأمر بين إيديك، هي تريد أن تخدمك وأن تخرج للعمل للبشارة للكرازة باسمك، ليكن هذا الأمر يا رب بين يديك. بصلي من أجل يا رب بنتك سامي عبد الشهيد يا رب، ومن أجل أشواق قلبها يا رب إن الكل يعرفوك وإن أولادها يقتربوا إليك ويختبروا خلاصك. أذكر هذه الأولاد يا رب، هؤلاء الأولاد احسن إليهم يا رب، افتقد الكل فأنت أبو الكل وعيون الكل تترجاك. صلاة من أجل بنتك إنجا رب اللي بتطلب صلاة من أجل زوجها اللي بيعاني يا رب من مشاكل كثيرة في العمل، يا رب أذكر عبدك سعد، اتحنن عليه، أذكر هؤلاء المحيطين به، اديهم اديله نعمة يا رب في عيونهم
وانتهر عدو الخير، اعطي لعبدك نور وإشراقة فيروا في شخصك العديد المبارك. يا رب بنشكرك يا رب من أجل بنتك عفاف، بنصلي من أجل طلبتها واحتياجها الشديد، أنت تعرف كل ما بداخلها، اتحنن على الكل. يا رب بنشكرك لأنك أنت سامع الصلاة وأنت تعرف ولادك يا رب، حتى الناس يا رب اللي ما كتبوش أسمائهم وليهم طلبات لديك يا رب، بنضع كل هذه الطلبات ولنا ملء الثقة أنك تسمع وأنك أيضا تستجيب. لك الكرامة والعزة والسجود يا سيد من الآن وإلى أباد الدهور، آمين. أحبائي مشاهدي قناة الطريق، بشكركم جدا لحسن المشاهدة، وإلى اللقاء في حلقة جديدة من برنامجكم تليفون السماء، والرب معكم. لم أجد وسط الظروف الملاذ الذي يأتيني الإجابة وقت العناء، لجأت لمن لا يسمعون لا يشعرون لا يدركون لا يفهمون، واعتقدت أن لديهم الرجاء فحولتني نداءاتي من أيادي لأيادي، حولتني في كتير طرق.